بالمئات جاءوا لمطالبة المجتمع الدولي بشجب وإدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني بحق شعبه. التظاهرة جاءت بالتزامن مع خطاب ألقاه الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. المشاركون طالبوا بطرده من الأمم المتحدة لأنه لا يمثل الشعب الإيراني. This year, the event coincides with the nationwide uprising in Iran that people are protesting. الاحتجاج هذا العام يأتي متزامنا مع انتفاضة الشعب في إيران، حيث يحتج الناس في أكثر من 140 مدينة يهتفون في إيران تحت ضغط كبير: الموت لروحاني، والموت لخامنئي، والموت لولاية الفقيه، الموت إلى الدكتاتورية. من المهم جدا أن نعرف أن الإيرانيين يخاطرون بحياتهم في إيصال رسالتهم. أيضا ما هو مختلف هذا العام هو أن تنظيم المعارضة أصبح أقوى بكثير مما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث. شخصيات سياسية أمريكية عدة شاركت في هذه التظاهر وأكدت ضرورة تبني سياسة تغيير النظام الإيراني. يسعدني أن أرى أمريكا تتخذ موقفا قويا حيال إيران لاستعادة حقوق الشعب الإيراني، ولنقول لهم في نهاية المطاف إنهم ليسوا وحدهم، فهناك حكومات تدعم وتتخذ مواقفا لوضع حد لهذا الاستبداد. أنا حقا معجب بموقف حكومة الرياض. المظاهرة تضمنت عرضا فنيا في الشارع، وعرضت صور لمعارضين تلقوا التعذيب حتى الموت على أيدي السلطات الإيرانية. نحن هنا لإحداث تغيير في نظام إيران وللتنديد بالتدخل الإيراني في سوريا واليمن وفي جميع أنحاء المنطقة. نريد إنهاء هذا النظام وتحقيق الحرية والعدالة، ليس فقط بالنسبة للشعب الإيراني ولكن بالطبع لجميع الأشخاص المتضررين من هذا النظام. بحسب الإحصائيات فقد تم إعدام أكثر من 3100 شخص في إيران في عهد رئاسة روحاني، بينهم معارضون ونساء وأحداث ونشطاء من الأقليات القومية والدينية. شعارات عديدة أطلقت في هذه المظاهرة الكبرى، جميعها تدعو لإسقاط النظام الإيراني البربري الذي يواصل هدر ثروات شعبه ويزجهم في السجون والمعتقلات من أجل أطماعه التوسعية والطائفية. حسين إبراهيم للإخبارية من أمام مقر الأمم المتحدة، نيويورك.